طيب اخبارك؟ كيف اهل صلالة؟ عاوز ايه؟ ابدا عاوز اقاوب؟ اجواء صربية من نخرتي. لا ما بربيعية صح ولا ربيعية هي؟ الربيع، اجواء الربيع، اجواء الربيع عندنا يسمى موسم الصرب. صحيح. طيب جاهزين المجموعة الأولى؟ جاهزين. اللي هم السلطنة تركي، فريقك جاهز يا بداح؟ ياسمي أرجوك ركز بالمفاصل زين. هزلة. أعطونا سؤال المجموعة الأولى. شغلونا الشاشات يا شباب، ترى مشغالة. طيب ما أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ما أقوى الحيوانات ذاكرة؟ الأسد أم الجمل أم الذئب؟ الجمل. الجمل ثبت. ثبت على الجمل. لا تتكلمون يا مجموعة الرابعة. أيمن السؤال مو موجه لكم. لا تتكلم أنت، اخصم على طول. في وقت السؤال أرجوكم لا أحد يتكلم، ما نبغى نعيد الجملة هذه. طيب أقوى الحيوانات ذاكرة هو مو بالأسد؟ لا الجمل. ليش الجمل؟ ذاكرته قوية الجمل. حنا هلا ونعرفها. الله نعم. يعني ما يحتاج ألعب في أعصابكم. نعم. أقول لكم 100 درجة مبروك. ألف مبروك يا طاهر، 100 درجة لفريقك. الله أكبر. الله أكبر. بالله وداني يا معمول، أنا وطاهر طيارة. بالله وداني يا معمول، أنا وطاهر طيارة. أخم أرطو كذا. مشاركة تحسب له. طيب مجموعة سلاحف النينجا، يا صدصد يا صدصد أرجوك الأسامي يا صدصد. جاهزين؟ جاهزين. صدصد من المهندس؟ عزوز. الله نعم يا عزوز. خذني. الله نعم يا عزوز. هذا الفار، هذا الفار. عزوز جاهز السؤال؟ جاهز يا عزوز؟ جاهز. أرجو المجموعات الأخرى التزام الصمت. عطونا السؤال المجموعة الثانية. سلاحف النينجا. يس. يقول لك يا عزوز شيء تملكه ويستخدمه غيرك أكثر منك. وش وش؟ شيء يملكه عبد العزيز ويستخدمه غيره أكثر منك. جانا جانا. قلبك، عقلك، أم اسمك؟ اسمك اسمك اسمك. دقيقة 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 دقيقة. قلبك يمكن. اسمك اسمك. كل عقلك طيب. اسمك اسمك اسمك. اسمك اسمك اسمك. انا هشك. قلبك قلبك. لا لا قلبك. ما ابدا اشبك انها اسمك. اسمك وثبت. اسمك وثبت. روح. سؤال سهل والله. شيء تملكه ويستخدمه غيرك. طلع سيوفك اذا نزل. ايه تلسلك من الله. اي والله. صح صح. لان في واحد اليوم ما جاء. جتنا اسئله حلوه ترى. نواف. لا. اجل. احمد عبد الرحيم. اوه شو يا رجال. عشان كذا الاسئله ممتازه. هو راشد. دام راشد موجود الامور طيبه. طيب حاب اقول لكم يا سلاحف النينجا الف مبروك، 100 نقطه تستاهلون. يس يس يس. يعيش يعيش. السلحفاه الكبيره. اسال سؤال صح. الله ودي حتى الاسئله تكون زي السؤال. كويس. مجموعه نجد. يا هلا والله باهل نجد. الله يبقيك ويطول عمرك. نجد مرحبا والله. هم اسهلا. كيف امورك؟ والله بخير ابشرك. نحن سعود. جاهز السؤال؟ جاهزين. مني 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 معكم شاعر او مت هي. لا في مجموعتهم. مخرج فيه يا عزاز. سعود الحب. كيف كيف كيف, كيف ثقافتكم بالشعر؟ احنا طول العمر جامعين ثقافه شعر وثقافه دين وثقافه كل شيء. ولا يعني رامين كل شيء عند مخلد؟ لا 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 مخلد والنعم فيه، ولكن المجموعه كلها مثقفه. طيب التزام الصمت. انتم مثقفين. التزموا الصمت. المجموعات الاخرى يا شباب. اعطونا سؤال للمجموعه الثالثه. انا ابغى اسمع شو. من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ المتنبي. قول لا اله الا الله. ثبت 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 ثبت. قول لا اله الا الله. ثبت. انا اشك اشك في جواب ثاني. جرير الفرس ده ام المتنبي؟ يمكنه جرجير والله. جرير. جرير 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 جرير. سعود هذا سعود. سعود جرب على خفيف في الخيارات. ما توقع. ها يلا يلا عشانك ثبت المتنبي. والله بيكثر المتنبي ثبت. مخرج بدون خيارات. بالله بدون خيارات. والله بدون خيارات. ما تجي ما تجي ما تجي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما حد يصدق. مبروك. حاب اقول لكم الف مبروك 100 نقطه صحيحه. هلا 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 هل
على المخرج. هل 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 طيب مخلد وش كنا نسولف قبل الفقره؟ مخلد هو اللي اعطاك المعلومه؟ لا انا عارفه بس انا اعطيته القصه حقت المعلومه. كنا نسولف معه. شفتوا كيف انا اعجبكم اليوم بالاسئله؟ بندر مشروبا فنجانك في هالمسار. طيب الف مبروك يا شباب. مع سعد ومع علي ومع ايمن. الف مبروك يا نلت. الان فقره او عفوا الان الخارقون. سعد سعد جاهز؟ عطونا سؤال المجموعة الراح. يا شباب يا شباب الصمت الصمت. طيب اوكي جرب عطونا سؤال المجموعة الرابعة. سؤال خلنا نسمع خلنا نسمع. من النبي الذي ابتلعه الحوت؟ يونس 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 ثبت. نوح عليه السلام. معليش الربع معليش. يونس 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 برافو عليك. اثبت كفو بعدين الخارقون الخارقون. يونس يونس علي لبدان لو سمحت اقدر اطلع يونس يونس اقدر اطلع علي لبدان برا؟ ليش علي مشاغب شوي؟ لا جنت قهرت من ارتفاع انت يا حبيبي لو سمحت مساعدين قهرت. يونس يونس يونس. طيب حاب اقول لك الف مبروك 100 نقطه يا شباب. يونس عليه السلام الاجابه الصحيحه. ايه نبغى حماس اكثر من كذا شباب. 100 ربك حمد ربك نقطه لكل ايمن هذا اكثر من كذا. اتوقع ان اول مره كلكم تجيبون جواب صحيح. اتوقع. الف مبروك يا شباب مجموعه الرابع ارجوكم ساعدوني لا تسولفون وقت السؤال. على شحن شحن تحمل خبر تزعجني اهل السلطنه. اعطني السؤال جاهز على طول مره. جاح كيف امورك؟ اموري عال نفسيه الامور طيبه بشرك. لا شفتك انا مستانس يا حبيب قلبي والله. عطني جو صوت صوت. لا تثاوب لا تثاوب لا تثاوب.